بيفكر بيفكر بيحزن بالشكل ده. تقدر تفكر وما تحزنش؟ بتفكر في ايه؟ على المقسوم. ليه دايما مفيش حاجة صافية؟ ليه دايما في شعرة عكارة؟ ليه عايشين في زمن عارفين فيه ان امبارح احسن من النهاردة وان النهاردة احسن من بكرة؟ ليه دايما الناس بتتقابل عشان تفترق؟ ليه طول عمري احلم بواحدة ولما قابلها اعرف ان العلاقة دي مستحيلة؟ مستحيلة؟ ليه؟ لانك بتحبها. مين دي؟ منى. منى؟